الاسم لي عبد المنعم محمد المقطوف، ملقب بتبربيك، العمر 1994، مكان السكن الصابرية طريق الساحلي. المهنة تمريض، تم ضبطي من جهاز مباحث الجنية فرع الغربية في منطقة صبرات، بالتحديد زواغة. نتورط بعدة قضايا، القضية الأولى مقتل الشرطي محمد مسعود مادي تابع جهاز مباحث الجنية، وأنا كنت في هارب الإصابة، كنت مطلوب قبل جهاز مباحث الجنية فرع الغربية، لتورط لعدة قضايا سرقة. نزلت للمنزل الصبرية، كان معي خالد نيحة. جاني اتصال من قبل، قال لي راه الشخص هو يخدم عليكم ويبي يطبكم ويفاكم من جهاز مباحث. انا حق مشيت انا ومحمد نيحة على رجلينا، مشينا للحوش نتاعه. طلع لي خو قال لي، سالت انا قلت له وين محمد، وين اخوك محمد؟ قال لي وانا مقامش للاستراحه. مشيت له انا للاستراحه انا ومحمد نيحة، لقيته مقامز معه هو واخوته ونسيبه. قال له محمد نيحة، قال له تعال نبيك شوي. بدت عليه انا على اخوته ونسيبه، بدت عليه شويه، كلمته قلت له معقول انا ضربنا عليه رصاص ما يقارب 9-8 طلقات من هنا. نفس الشيء بعد ما وقفت، وقف محمد نيحة لين طاح وقمنا بالفرار. القضية الثانية متمثلة في عدة قضايا، وهي سطو سيارات وحرب طريق الساحلي الصبري، ومنها سيارة بيم لون أخضر قمنا بسرقتها من أمام الصيدلية وأخذنا معها 3000 دينار وهواتفه. سيارة بيم في 5 لون أزرق كحلي، وصاحبها اسمه محمد ملاطم الصبري. السيارة الثالثة سيارة كيس بورتاج لون أخضر من طرابلس صاحبها، وقمنا بتنزيل كيس بورتاج لون أزرق من حاملة سيارات طريق الساحل الصبري. وسنتفي حنية صاحبها محمد خطريش من الصبرية، ومرسيدس أوينات لون أخضر داكن من بوعيسة، مرسيدس كاكوية لون رصاصي، وكيا سيراتو لون جونشي صاحبها من الحرشة، ورينو حمراء صاحبها من بوعيسة، وكيا وهنداي بورتا لون أبيض، وهنداي بورتا أخرى حتى لون أبيض صاحبها من بوعيسة، وتيوتا عضلات كامري لون جونشي، وسيارات أمام مسروقة قمنا بنرفعوا فيهم للجبل، بالتحديد منطقة الإصابة. الشخص اسمه محمد الكري، هو ياخذ منا في السيارة أمام مسروقة ويبيع فيهم ويجيب لنا في حصتنا.